الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعل دستورها القرآن نوراً تستضيء به طريقها إلى النجاح في الدنيا والآخرة. وليس من سبيل الصدفة أيها الإخوة أن تكون أول كلمة في هذا الدستور السماوي دعوة صريحة إلى العلم والمعرفة. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هذا الأفق بزغت شمس الإسلام تنير الطريق وتنشر الطمأنينة على البشرية جمعا. فالعلم هو أساس المعرفة، وهو النجاة من ظلام الجهل والجاهلية إلى نور الحق والإيمان. ولهذا حرص مؤسس هذا الكيان الكبير البطل الفذ الملك عبد العزيز رحمه الله على سرعة نشر العلوم بفتح المدارس والمعاهد العلمية في جميع أنحاء هذه المملكة. وعلى هذا النحو سار أبناؤه يرفعون لواء العلم ويكرمون العلماء، ولا زال هذا سبيلهم حتى تجاوزت الأعمال حدود المملكة فعمت الكثير من بلاد العالم. سيدي صاحب السمو، إننا ونحن نتشرف اليوم برعايتكم لحفلنا هذا، نرى في سموكم الكريم رائدا للعلم في هذه البلاد، فقد تحملتم مسؤولية التعليم منذ نشأة أول وزارة للمعارف في المملكة، وكنتم أول وزير لها. أعطيتوها من كبير الجهد وصدق المشاعر وعمق التفكير ما جعلها تنعم بهذا النجاح الذي نشهده اليوم. سيدي ولي العهد المعظم، أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أتقدم نيابة عن هيئة الجائزة بالتهنئة المخلصة للفائزين بهذه الجائزة في هذا العام، وأن أهنئ أيضا الأمانة العامة للجائزة بهذا النجاح الذي تحظى به عاما بعد عام، ولله الحمد. وإلى أن نلتقي في العام القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.